الرئيس أردوغان ذكر أيضا بأن هناك مساعي لخفض هذا الرقم، رقم التضخم إلى ما كان عليه في وقت سابق إلى فئة الآحاد. إلى إذا ما تحدثنا عن السنة الحالية والمقبلة في تركيا، هل يمكن أن نعود إلى هذا الرقم، رقم فئة الآحاد بمسألة التضخم في تركيا؟ باختصار في الواقع عملية ضبط الدولار وضبط التضخم وتخفيضه إلى مستويات دون 15% هو الإنجاز الحقيقي الذي يمكن للحكومة أن تفتخر به في الأيام القادمة. أنا أعتقد أن موضوع إرجاع نسبة التضخم إلى ما دون 10% سيعتبر في الواقع سيعتبر إنجاز تاريخي جديد يشبه تلك الإنجازات التي تحققت في العقد الأول من هذه الألفية، وهو عمل كبير جدا ويتطلب الكثير من التقشف والكثير من العمل والكثير أيضا من الاستغناء عن المؤشرات الاقتصادية التي يعني تفتخر بها الحكومة. لكن بلغة الاقتصاد والأرقام ولغة المنطق يمكن أن نعود إلى هذا الرقم، يعني باختصار معك بلغة الأرقام يمكن أن تعود تركيا لهذا الرقم؟ يمكن أن تعود، ولكن بالكثير من التقشف والكثير من العمل. طيب. والقليل من التسيير.